اللاعب كرار محمد يوضح أسباب مغادرة الميناء ويعلن انضمامه مع نفط الوسط. الحمد لله وشكرا، أعتقد فريق نفط الوسط فريق محترم. مرحلة أولى هم عندهم ظروف، يعني تعرف مو هذا مكانهم بالدوري. صار اتصال من إدارة النادي، الحمد لله والشكر، اعتقد البارحه كملت وياهم وبكره ان شاء الله يعني اكون موجود بالوحده التدريبيه. كابتن، اكيد الجمهور تسأل شنو سبب اسباب مغادره كرار محمد لنادي الميناء؟ اكيد انا تعرف احنا لاعبين النادي زين، يعني احنا بدايتنا بنادي الميناء، بس المشكله الظروف بداخل الميناء ظروف صعبه، يعني انت تجي وتعوف الدوري وتروح الدوري للدرجه الثانيه وتريد تقدم للنادي، بس النادي يعني اكو صراع داخلي مو طبيعي واللاعبين ما يتحملونه. اعتقد لعبت يوم مرحله هذا اللي قدرت عليه حقيقه، وبالاضافه انا يعني طلع يعني ارتباطي بوزاره الداخليه، وهذا الشهر يعني اكون موجود هناك، لازم اكون متواجد، وكادر تدريبي قال انا ما اقدر اعطيك اجازه او شيء خلال هاي الفترة، قلت له ماكو مشكلة، قاعد تقدر تشوف طريقك، وبعد سبحان الله صار الرزق ويا نفط الوسط، وإن شاء الله تكون بداية خير وبداية قوية إن شاء الله مع نفط الوسط.